لولو لولو حبيبي لا تزعلي مني، والله كنا عم نمزح معك. حبيبي ليان، نحن جماعة ريال منحب نمزح كثير وقلبنا طيب. خلاص ما صار شيء. صحيح ليان، انتو ليه ما عندكم رابطة لمشجعي برشلونة؟ لا، ليش انتو الرياليين عندكم رابطة للمشجعين؟ حبيبتي هلأ عم نأسس لأضخم رابطة اسمها رابطة محبي ريال مدريد وكارهي برشلونة. واحذري من رئيس الرابطة. نو يعني خير. وسام ليش يشجع ريال مدريد؟ وسام؟ ايه وسام اكبر متعصب لريال مدريد بالعالم كله واكتر واحد بيحقد على البرشلونيين. بتعرفي بزماناته انعرض عليه عقد $20,000 من شركة عالمية بالشارع ورفض العقد. حذري ليش؟ ليش؟ قوليلا. بس لانه اكتشف انه صاحب الشركه برشلوني، عنده حقد مش طبيعي على جماعه برشلونه. يعني لو بصح له يشرب من دمهم ما بيقول لا. صبايا تعرفون صحيح اني انا يعني اشجع برشلونه، لكن ريال مدريد فريق رائع. شكلي الصراحه بحاول على ريال مدريد.